تشوف هذه العملة المعدنية حجمها فعليا هو حجم عملة معدنية صغيرة بهذا الحجم. من كنا صغار كنا نتابع فيلم الماتريكس. الماتريكس كان يحملوا له بيانات الى دماغه حتى يعلموه مهارات جديده او يزودوه بمعلومات جديده. بس ذاك الوقت احنا كنا نعتبر هذا الشيء يعني ما ممكن وشيء خيالي ما يصير. لكن اليوم ويا تقنيه اليوم والتقنيه المستقبليه الجايه ويا ايلون ماسك ابو الخير، هذا الشيء راح يكون جدا ممكن. يعني كلش عادي انه تصير عالم رياضيات بخلال ثواني قليلة، او ممكن يكون عندك شلل لا سامح الله باستخدام هذه التقنية الجديدة، هذا الشلل راح يكون مجرد شيء عادي وقابل للشفاء. وشنو موضوع هذه العملة المعدنية يعني وربطها بهذا التوبيك او بهذا الفيديو؟ ليش احنا قاعدين نستخدم نيورلينك؟ شنو تفاصيلها؟ شلون تنزرع؟ وشلون راح نستخدمها؟ شلون نشحنها؟ بس قبل ما نبدي بهاي المواضيع، انتو شنو رأيكم انه تعطونا لايك وتشترك بالقناة اذا بعدك ما مشترك؟ يعني دائما تنسون انتو تشتركون بالقناة ودربكم الجرس همينة. هذه التقنية المستقبلية الخرافية اسمها النيورا لينك او الروابط العصبية، يعني بمعنى اخر انه هي فعليا يعني ما راح تقدر تترجمها الى العربي، لان تعرفون دائما الترجمات الحرفية او التقنية من الانجليزي الى العربي دائما ما تطلع مضبوطة ودائما ما يطلع بها يعني فدشي يعني طالع صفح. فنيورالينك، نرجع لنيورالينك. النيورالينك هي تقنية أوجدها إيلون ماسك، وهي شركة طبعا خاصة مستقلة عن شركة سبيس إكس ومستقلة عن شركة ستارلينك. الغرض الأساسي من شركة نيورالينك هي إيجاد طريقة حتى تتواصل بها الموصلات الإلكترونية أو القطعة الإلكترونية مع الدماغ البشري. مو بس هذا، إنه تتواصل وياه، وإنما تقدر تقرأ قراءات العقل البشري وتتوقع بيها، وبنفس الوقت هنا راح تقدر تحمل له معلومات وملفات جديدة. والموضوع ما راح يوقف لهنا، لا 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 لا، بهاي الشريحة راح تقدر بكل سهولة انه تمسح ذكريات. يعني مثلا عندك واحد نقرة خانقك من هنا ومسوي لك يعني ذكريات بس بودك تشيلها وتشمرها بالزبل، فبكل سهولة هنا راح تقدر تسويها مع هذه التقنية. نيورالينك راح تقدر بسهولة تتواصل مع الأعصاب الحسية اللي موجودة عندك بالدماغ، وراح ترسل إشارة إلى المنطقة المسؤولة عن تخزين الذكريات، وبالتالي راح تمسح هذه الذكريات، أو ممكن تسترجع ذكريات معينة مخزنة داخل الكمبيوتر مالتك أو مخزنة إلكترونيا على وسيط ثاني، وراح تحملها مباشرة إلى دماغك. خرافي بتشي، خرافي. طبعا احنا هنا خلينا نحكي عن الفائدة الطبية خصوصا للناس المعاقين او اللي عندهم مثلا احتياجات خاصة. هنا شركة نيورالينك اشتغلت على هذه التقنية حتى تقدر تخلي الناس اللي عندهم مشاكل بالدماغ او مشاكل بالعمود الفقري او حتى الشلل تمكنهم من معالجة هذه الامراض عن طريق نيورالينك وعن طريق الاعصاب الحسية المرتبطة بالدماغ. بالتالي نيورالينك هنا راح ترسل إشارات كهربائية تحفز أجزاء معينة بالجسم، فإذا كان مثلا أكو شلل نصفي باليد أو بالرجل اليسرى، راح تستخدم الأعصاب الواصلة أو اللي توصل النبضة الكهربائية إلى اليد أو إلى الرجل، وبالتالي راح تحفزها وترسل لها المعلومات حتى تتحرك بالشكل المطلوب. هسه تسألني تقول لي شنو حجم هذا الكمبيوتر وشون راح يربط وشنو تفاصيله وشنو تصميمه؟ تشوف هذه العملة المعدنية حجمها فعليا هو حجم عملة معدنية صغيرة بهذا الحجم. هذه القطعة الإلكترونية راح تكون متصلة بنهاياتها ألياف كلش رفيعة. هذه الألياف أو الموصلات خلينا نسميها راح تكون
أضعف أو أرق من شعر الإنسان بأكثر من 10 أضعاف. فتخيل سمك هذه الألياف. هذه الألياف أو هذه الموصلات راح تزرع مباشرة مع أحد النهايات العصبية اللي موجودة بالدماغ. لكن سمك النيورولينك فعلياً كسمك إحنا بدنا نحكي مو كحجم راح يكون 5.8 ملم. أكو هنا شوية تفاصيل لازم نحكي عنها، واللي هو تنصيب النيورولينك. النيورولينك هنا راح تحتاج فعلياً إلى رفع عظم الجمجمة، رفع عظم الجمجمة الجداري اللي يكون بهذه المنطقة. فراح يرفعون قطعة كلش صغيرة من عظم الجمجمة ويخلون النيورولينك اللي هي بحجم العملة المعدنية بداخل الدماغ أو سائل الدماغ اللي موجود داخل الجمجمة. فهذه النهايات الخاصة بالكمبيوتر أو الخاصة بالقطعة الإلكترونية هذه راح ترتبط مع الأعصاب اللي موجودة أو الموصلات العصبية اللي موجودة بدماغك حتى تقدر تتواصل وياها، وراح تقعد هنا بشكل طافي. يعني هنا ما راح يثبتوها بأي شيء غير أنه تكون مثبتة بالنهايات العصبية الخاصة بدماغك أو الموصلات اللي طالعة من عدها. إذا نحكي على طرف العملية، فإيلون ماسك قال أنه العملية هذه ما راح تطول أكثر من 3/4 ساعة، ماكسيمم راح تكون ساعة. هذه العملية يهدف إيلون ماسك والتيم الخاص بنيورولينك أو الفريق الخاص بهذا المشروع أنه يخلي عملية زراعة النيورولينك تتم بكل سهولة، يعني حالها حال عملية الليزك لما يجون يسووها، يعني حسبة نص ساعة أو 3/4 ساعة انتهى الموضوع وبدون أي ألم. فهنا لإنجاز هاي المهمة أنه تكون العملية كلش سهلة وتكون بدون ألم، اضطر إيلون ماسك والفريق الخاص بنيورولينك أنه ينشؤون دكتور روبوت. فعليا دكتور روبوت، تخيلوا يعني. فهنا هذا الدكتور الروبوت راح يهتم بعملية تنصيب النيورولينك ويهتم بعملية قص الجمجمة وربطها مع الأعصاب اللي موجودة داخل الدماغ. طبعا هذا الروبوت راح يكون روبوت كلش ضخم مجهز بكل الأدوات الخاصة بالعملية الجراحية، وجوه راح تكون سدية. انت بمجرد ما تستلقي على السدية راح تاخذ التخدير. بعد ما تاخذ التخدير الروبوت او الدكتور الآلي هنا راح يبدي يبلش بالعملية، وراح يسوي سكان كلش دقيق باستخدام تقنية المايكرو سكانينج حتى يسوي سكان للأعصاب او للمنطقة الفعلية اللي راح يتم زراعتها بيها، بحيث يتم تحديدها بأدق طريقة ممكنة بنسبة خطأ يعني ما تتعدى يمكن 0.001%. فالعملية من الممكن أن تكون آمنة بشكل جدا ممتاز وبدون أي مشاكل أو عوارض جانبية. فخلينا أشوفكم مثال كلش صغير، هو مثال طبعا طبقه إيلون ماسك فعليا لما قدم نيورولينك أو مشروع نيورولينك للناس، اللي هو استخدم به عبارة عن أجلكم الله خنزير. هذا الخنزير مثل ما تشوفون قدامكم مربوطة بشريحة نيورولينك. هنا الخنزير من خلوا به النيورولينك، طبعا التصرف مات مثل ما تشوفون هو تصرف طبيعي، ما تخبى الخنزير ولا مات الخنزير ولا صار عنده أي تعقيدات ثانية. وحاليا مثل ما قاعد تشوفون بالفيديو أنه الخنزير قاعد دا يشتم، وكل ما دا يشتم قاعد تصير عنده تغيرات بالدماغ، انه قاعد دا يحب هذا الريحة او دا يريد يتحول لمكان ثاني حتى يشم. وهذه الاشارات او النبضات الكهربائية اللي قاعد توصل الى الدماغ كلها قاعد يتم قراءتها وتعقبها من قبل القطعة الالكترونية نيورولينك. طبعا هسه تقول لي انت شلون راح قاعد يعني شلون راح تفهم هذه الاشارات الكهربائية اللي هي عبارة عن كهرباء. هنا انا إيلون ماسك وفريق إيلون ماسك كون خوارزمية كلش معقدة. هاي الخوارزمية أهمها وهدفها الرئيسي أنه تستخدم هذه الإشارات الكهربائية اللي جاية من النيورولينك. هذه الخوارزمية راح تحسب لك بالضبط وتقول لك أنه فعليا وين راح يسوي هذا العصب الحركة، أو شنو يا عصب راح يتحرك، أو وين مثلا راح تصير هذه الحركة بيا جزء من الجسم. والتجربة الثانية هنا أنا جابوا قرد. القرد هذا طبعا ما عنده أدنى فكرة، يعني ما يعرف شي يلعب، يعني هو قرد يعني كل اللي يعرفه أنه يأكل موز وكذا من هالأمور. بس خلينا لا نستهين بي، يعني يجوز يمكن أذكى من هواي أي. فالقرد هنا يعني ما يعرف يلعب ألعاب، ما يعرف يعني جيمز. هنا القرد شدوا له قطعة نيورولينك، وهذه قطعة نيورولينك حملوها ببيانات طريقة اللعب.
فهنا انا مثل ما تشوفون القرد قاعد يستخدم هذه اللعبه وقاعد يلعب بيها. تقول لك عبالك انما يعني يعرفها من زمان، وهو فعليا تم تحميل الى البرنامج او طريقه اللعب هذه ما يقارب قبل 3 ساعات الى 4 ساعات، والقرد قاعد يلعب اللعبه بكل سهوله وبكل دقه وقاعد يعرف ايش ده يسوي. هنا التاثير الكبير اللي قاعد احكي عليه انه انت لما تنقصك فد مهاره معينه او عندك فد مرض معين وتقدر تدرب هذا العصب وتدرب نفسك على هذه المهاره، فهذا شيء جدا فظيع. بس هنا تقنيه الشحن شلون راح تصير؟ انه راح يكون الشاحن هنا الشاحن وايرلس، وهذا الشاحن وايرلس راح ترتبط بنهايته كابل وراح تخليها مباشره يعني فوق القطعه الخاصه بنيورولينك، بالتالي راح يتم شحنها لاسلكيا بدون اي كابلات عن طريق شاحن لاسلكي. فمشروع نيورولينك فعلا مشروع عملاق يستحق التقدير ويستحق الاحترام، لان هذه مشاريع تدعم تطور البشرية وتقدم البشرية وتغلبها على المشاكل الصحية اللي ممكن تظهر ويعاني من عندها الإنسان. فبرأيي أنه يعني ما راح نستغرب منه، أنا يمكن سنتين، لا والله سنتين شوية قليلة، لخمس سنين 10 سنين الجاية أو 15 سنة الجاية أن نشوف سيارات تطير. هذا فعلا هو أدفانتج أو إيجابية استخدام العقل البشري لصلاح البشرية. فلهنا لا تنسون الاشتراك بالقناة، تعطينا لايك. كان معكم سامي، في امان الله.